السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرفنا شلون نقص الأحرف ونعملها القوالب وجهزنا أحرفنا، نبدأ بتلوين الأحرف وأسرار تلوين الأحرف. الأحرف نقدر نستخدم كثير من أنواع الألوان، ألوان هاي والألوان المائية بشكل عام، أما الألوان الزيتية اللي يدخل فيها نفط وتنر هاي ذوب الفلين، من المذيبات للفلين. نحن اليوم راح نرسم بالماء حصرا، فنأخذ أي لون، الأحمر. إذا كانت بدنا كمية كبيرة نقوم نجيب مثل هاي أو أي علبة إذا كان المساحة كبيرة، أما إذا مساحة صغيرة وما تحتاج نأخذ شيء يعني علبة صغيرة أو حتى كرتونة أو علبة صغيرة أو من السترافور، قطعة سترافور نحط منها هون ونشتغل. نأخذ القليل من الألوان، كل الألوان المائية، لسه الطرش اللي نشتغل فيه الجدران. طبعا كل أنواع المائي في منها مكتوب عليها سيليكون، اللي فيها سيليكون هاي ما تحتاج لغراء أما اللي مثلا المائي العقود تبع الرسم بالمدارس هذا يحتاج تحط له غراء حتى يثبت على السترافور نبدأ الريش، أي أنواع ريش تكون، بس ما تكون قاسية ولا تكون ضعيفة طرية كثير، فأي ريشة ممكن تصلح لهذا العمل. نأخذ ريشة نحط قليل من الماء، المي ما يكون كثير بنوب، بس شيء انه لما نمشي بالريشة تعبي معانا الفراغ هاي الشكل او على مهل، نضرب اللي الخط هذا للخارج حتى ما نوسخ، حتى ما تتوسخ معانا القطعة من الطوارف، الا اذا كنا رايدين نلون كامل الحرف داير ما يدور، اما انا بدي الون بس الواجهة، اغلب الشغل راح يكون بس على الواجهة، فنلونه على 100 مهن بهذا الشكل. هذا حرف اللام ال او، قلنا للخارج يعني ما نحط الريشة نضربها بشكل عشوائي، وعلى ما ناخذ اللون ما نخليه مكان واحد. واي لون هذا الالوان هاي فيها مادة السيليكون، فهاي ما تحتاج لماء، بس نشفت يعني تصير طبقة عازلة جيدة. أما الألوان المائية اللي تبع العقود اللي بالمدارس اللي بالعلب، هذيك تحتاج إلى غراء، الغراء والغراء على العموم ينفعنا بالشغل، لأنه لازم للصق الورق، لصق الأوراق، راح نشوف شلون. قلنا للخارج هالشكل حتى ما نوسخ الحرف من طوارفه، وعلى مهل نسحب الفضلة والزيادة نسحبها لبرا بهذا الشكل. ومزج الألوان مع الشغل إن شاء الله أعلمكم مزج الألوان كلها، شلون تمزج الألوان، شلون نطالع من الألوان الأساسية بقية الألوان. فكل فيديو له، احنا راح ناخذ الشغل على مراحل إن شاء الله حتى يبدأ الشغل من الصفر وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. بده هدوء طولة بال، ما نحاول نوسخ حوالينا، بس أهم شيء عندنا بالشغل هذا حتى نشتغل بشكل صحيح وما نخرب، أهم شيء نظافة الريشة. ريشتك هاي بدها تكون من الأساسيات تتنظف، إذا ما تنظفت الريشة راح يطلع عندنا الشغل يعني الأحمر حطينا عليه نقطة أزرق تغير اللون صار بنفسجي،
فبدنا نحتاج يعني الريشه هاي تتنظف بالمي، تنظفها راسا مباشر، ويكون عندك قماش، قطع قماشيه، خرق من الزوايد من البيت، ايش ما يكون عندك يصلح، نمسح ننظف على طول، ننظف ريشتنا حتى ترجع ما ظل فيها اثر الحمار نهائيا، ولونا بالاحمر نظل نمسح فيها الا ما يروح الاثر، حتى تبقى ريشتنا نظيفه وجديده ونستخدمها على طول. بقيه الالوان اذا كان اللون محتاجه نرجعه لعلبته حتى ما نروح عندنا هدر، فهكذا نكون احنا ما خسرنا شيء زياده. نرجع لعلبتنا الالوان ونسكرها ونحطها. هاي للكب يكون عندك سله زباله، وهذا الماء اللي خسلنا فيه الريش نشيله، وخرقنا تلزمنا نرجع نمسح فيها لانه هو مائي، والمائي سهل التنظيف يعني ما بده، واللي بده يلبس كفوف، اللي مثلا حساسه ايده او بشرته يستخدم الكفوف بالتنظيف بالاثناء العمل يعني، ما تحتاج كفوف هو ما هي. الحمد لله هيكون صار عندنا الوان جاهزه. انا طبعا قلت لكم نكثر احرف، فاشتغلت احرف من كل الالوان، من كل الالوان والاشكال، نكثر الاحرف تكون عندنا جاهزه. اذا بدنا نشتغل طبعا شغل كثير فنكثر الالوان، اما اذا الشغل يعني متقطع ناخذ على قدر الحاجه، وهيك يكون لونا. وقلنا لكم شلون قص، تابعونا ان شاء الله الحلقه الجايه. الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون عن رسم بعض الاشكال والخلفيات، بدنا نعمل منها موديل يعني الشكل. الفيديو القادم نعمل موديل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.